انا راه تقريبا عندي واحد 30 عام كانت عندي البراكه ديالي هنايا وحيدوها ليا وما عوضونا ما والو ما عطاونا حتى شي حاجه. دابا الصف كان كله برارك، الدراري راه كلهم كاين مولاي 20 عام ولا 15 عام كلهم ولاد البلاد. كلهم ولاد البلاد. حنا دابا شنو هو الطلب ديالنا؟ الطلب ديالنا ساهل، جميع المحمديه كلها داروا اسواق نموذجيه، حنا كنطالبوا بواحد السوق اللي هو يجمعنا وغنخلصوا داكشي اللي طلبوه منا غادي نخلصوه، ماشي غادي نهربوا لهم، ما نهربوا لهم لا من ما خلاص ديال الحانوت ولا من خلاص ديال الضريبه ولا من خلاص ديال السنك. كنا كنخلصوا، انا كنخلص السنك هنا بزاف بزاف. وانت شوف تاخذ واحد النظره، دير واحد النظره هنا وشوف. احنا بجميع البلدان، راه حنا بلاد من دوك البلدان، حتى حنا خصنا حنا ماشنا منها والو، حتى كتولى بان لك شي مبادره هنا انت ماشنا كاين دقينا مجلس البلدي ما دار معنا والو. انا مشيت للمجلس البلدي، مشينا ملي حيدوا لينا البرارك هنايا شحال وحنا كنمشيو والو. ما عرفتش انا المجلس البلدي علاش ما بغاش يدير مزيان مع ولاد المحمديه. ولاد المحمديه وهذا المجلس البلدي شحال من سنه هذه، وهذه البلاصه هذه ما كاينش، ما عمر شي واحد ما جات شاف فينا ولا قال لنا اللي كاينه اللي كان كيشوفونا على نهار الانتخابات. سوق نموذجي، سوق نموذجي باش يجمع هاد الخضاره ويجمع هاد هذا. الزوطيه راه داروه لهم، حنا ما داروش هاد القيده هادي. الله يخلف عليها، راه ضربات علينا تاعيات، ضربات علينا تاعيات في هذيك سميتو في هذيك في مجلس البلدي، ضربات علينا. واللي ما بغاتش دير معنا مزيان هي اللي كاينه في المجلس البلدي، رئيسة ديال المجلس البلدي اللي ما بغاتش دير معنا مزيان. مال هاد السيده هادي ما كانت سالو حتى شي حاجه، راه ضربات علينا تفات القانون، ولكن هذيك دارت مجهود كبير. الصراحه مزيانه، حنا ما حضرناش ولكن الناس اللي حاضرين الاجتماعات ديالها وداك الشيء ضربات علينا، ولكن ما لقاش الاذن اللي غادي دير معنا. هذا هو اللي كاين صافي، هذا هو اللي كاين. انا هانت انا عندي 60 عام هنا، راك 30 عام وانا هنا، راه كانت عندي البراكه ديالي هنا، خسرت عليها فلوس وجاو حيدوها ليا وما تعوضش، وانا باقي كندير الكروسه وانا مزاحم مع خوتي في الكروسه. وهذو راه كلهم عندهم الاولاد، كلهم ما كاينش اللي ما عندوش شي ولد ولا جوج ولا ثلاثه، وكلهم عندهم مدارس كلهم، والكرا والمشاكل. وتا هاد العيد، هاد العيد، هاد العيد راه والله العظيم هذا والله الا 10000 ريال اللي عنده في العيد، 10000 ريال شهر من رمضان. وحنايا دفع الهي دفع دعوه الله، حنا دابا كاع مجموعين، هذا كيبيع السرديل وهذا كيبيع السرديل وهذا كيبيع السرديل، اشنو كي غادي دير انت غادي تبيع وتشري. شوف هاد الزحام، دير واحد النظره على هذا، شوف كي غادي دير بزاف بزاف. طالبوا على شي بلاصه يعطيونا، شوف لينا شي حل، دير معنا شي حل لهذا المجلس البلدي اللي ما كنشوفوه حنا عا في الانتخابات، عا في الانتخابات فين كنشوفوه. مرة هاد السيدة هادي راه ما كانت سالو والو، راه مشات ضربات عليهم الطوابل وما بغاوش يديروا معنا مزيان. واش بلاصه يعطيونا فين نخدموا حتى حنايا؟ راه معذبين هنايا، راه فوق 30 عام وحنا هنايا. اي راه عطاهم في العالية حتى حنا داكشي اللي بغيناه، كما عطاهم في العالية عطاونا حتى حنا هنايا. ها هما دار لنا العنقالة هنايا، كلنا خدامين. يعني انتم من اليوم إلى لقيتوا البديل من ما نريحوش إلا لقاونا قطعونا راسنا هنايا كاع حنايا. والله العظيم بالله. راه عيينا بنادم. هو كل شيء على المجلس البلدي، كانوا عندنا هنا براك ريبوهم. كنطالبوا منهم حيدونا عمل الطريق. فهمتي حيدونا عمل الطريق وديرونا شي بلايصة فين نكونوا، هادشي اللي بغينا. يا بنادم نقي بلاصتو وكاع جميع البلدان عطاهم إلا لا. ها
وانا فوق 30 عام. هي كنا كنبيعوا خرجونا هنايا ولينا حابسين سيركيلاسيون ديال الطوموبيل. ومكرفسين جات الشتا كتقتلنا، جات الشمس كتقتلنا. حال بحال. وفوت القياس في التكرفيس، فوت القياس. جميع البلدان عطاهم الا هنايا. والسلعه كنجيبوها للعار نبيعوها للعار تبقى لنا. كاين بعض خطرات كنلوحوها كاع فلوسنا والله ما بقينا كنجمعوهم هنايا. ديما والله اللي عالم. هو كان ايه داكشي اللي بغينا، داكشي اللي عطاهم في العاليه نيت عطاهم هنا ما عطاو والو. قال سي ان جي حيد من هنا دوز هنا، حيد من هنا دوز هنا. راه طبنا هذا الله. وبغيناهم الله يرحم الوالدين يعطونا حنا شي بلايصه فين نكونوا بحالنا بحال الناس. ما نبقاوش ضايعين هنايا. ضروري ايه ضروري بحالنا بحال جميع البلدان عطاهم. اي عطاهم يعطونا حنا كيوسكات، واذا بغاوش نخلصوا شي حاجه نخلصوا شي حاجه اللي بغاو نديروه غنديروه. القوانين ديروا الله منا ديروا. غنطالبوا منه. انا عندي واحد 22 عام هنا اخويا 22 عام انا هو السيكتور ولدي انا كابر هنا. كنعرف الحوت وش اللي كنعرف الحلفه ديالها الحوت عطاني الحوت ما عرف ندير والو اخويا. اخويا انا كنت واقف في هذه البلاصه هذه كنوقف فيها شي 20 عام هنا ياك. هاد خويا الشهر هذا بحال هكا حيدونا كاملين لحونا الطريق هنا. كنطالبوا منه يحطونا شي بلاصه زوينه مرتبين. حنا راه نقيو راه نديرو اي حاجه، نديرو بيشان زوينين، نديرو شي زوين. ما كرهناش، ما كرهناش اخويا، سوقنا مولاجي ما كرهناش. يديرو معانا خلصوا قوانين، عطا الله ما نديرو تحت. واحد مزيانه بكل فرح نمشيو ليه، يديرو معانا هاد المدينه الوحيده اللي ما فيها سوق نموذجي اخويا، هي هاد المدينه هادي. اي مدينه شي كتلقى فيها سوق نموذجي. باقي ما كيستقبلوناش، كنبغيو نديرو شي حاجه نمشيو عندهم باقي ما كيستقبلوناش. والو ما كتلقى حتى شي واحد. كنمشيو بحال ما كتلقى، القايده مسكينه عيات ما تضرب علينا الاستاذه هنايا ديالنا، ما عيات ما تضرب علينا والو. اه. هي مسكينه اللي كتعاون معانا. المسؤولين ما كنشوفو حتى شي واحد، كنمشيو ما كنلقاو حتى شي واحد. كنبغيو نتقابلو مع شي واحد بالعماله ما كنلقاو حتى شي واحد في المنتج البلدي. اه مسؤولين ما كنلقاو حتى شي واحد. بغينا ما كرهناش نطنطمو اخويا، حنا كرهناش يكون عندنا الماء يكون عندنا النقا يكون عندنا داكشي زوين، والله ما كرهنا. كنجيبو حوت زوين، شو السلعه كيداير. ما داروا معنا والو اخويا، حتى حاجه ما داروها معنا. الحوت ديما السلعه كتخسرها. كاين نهار اللي كتبيع نهار اللي ما كتكملش، ديما مكرفص ديما راس المال ماشيل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.